اهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد. النهارده هنتكلم فيه عن مين هم الابراج الحسوده. عارفه الفيديو ده تقريبا نص الناس هتعمل لي انفولو، بس قعدت احلل وهمقق وقعدت اذاكر الفيديو ده كويس قوي بجد، قعدت اذاكره بقالي اسبوع علشان اقول مين هم الابراج اللي عندهم يعني غيره وحسد شويه، يعني بيغيروا لدرجه شويه يكونوا حسودين. ماشي، هم برجين بصراحه، بس انا مش هقوله لكم دايركت كده، بس هديكم شويه ايه نقعد بقى نحلل كده ونتكلم مع بعض. طيب الحسد طبعا اكيد هي مش حاجة كويسة، يعني المفروض انت لما تشوف حاجة تقول ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، او يعني تتمنى الخير للشخص ده وتتمنى ان يبقى عندك مثله، او اللهم ارزقنا ويعني بارك فيه وارزقنا زيه. يعني دايما ادعي الدعاء ده لما تشوف حاجة مبهرة، ولما تشوف حاجة حلوة تقول دايما بسم الله ما شاء الله. يعني ده عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ان انت لما تشوف حاجة حلوة يعني تسمي الله وتقول ما شاء الله. يعني اوكي، طيب مين بقى الابراج الحسودة؟ قولولي كده مين اكتر ابراج حسودة اتعاملتوا معاهم. ده سؤال الحلقة، يعني مين اكتر برج اتعاملتوا معاه حسيت انه حقود كده وحسود وكده يعني. طيب تعالوا بقى نقسمها كمجموعة ابراج. احنا طبعا عارفين احنا عندنا اربع مجموعات ابراج. اول حاجه مجموعه ترابيه، مجموعه ناريه، مجموعه هوائيه، مجموعه مائيه. طيب هنقسمه بالمجموعات وانتوا تفهموا بقى، والجدع اللي يفهم. طيب اقل ابراج حسوده خالص 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 مجموعه يعني هنقولها، هنقسمه بالمجموعات على كده اقول لكم بقى المفاجاه بقى ونقطع علاقتنا ببعض خالص. يعني هو الفيديو ده تقريبا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. طيب اقل، انا بشوف ان اقل ابراج حسوده مش حسوده خالص مجموعه ابراج هم الابراج المائيه. يعني ابراج المائيه مش حسودين خالص، يعني هم اقل حقدا وحسدا. اوكي، يعني غالبا مش بنلاقيهم حسودين يعني او حقودين او خالص. يعني مثلا حوت استحاله يكون حقود او حسود اطلاقا اطلاقا اطلاقا، مثلا نو واي هتقابلوا حد حوت بيحسد، وبالعكس الحب بيتمنى الخير للناس كلها وبيحب الخير واللي في ايده مش بتاعه. ماشي، يبقى الحب بره كومبيتيشن، ركزوا عشان احنا في ابراج هنقولها كل مجموعه لكم برج استحاله يعني. طيب بعد كده الابراج الترابيه، الابراج الترابيه دي عقلانيه منطقيه، هم دايما مشغولين اصلا مش فاضيين يحسدوا، يعني هم مشغولين في نفسهم وبيركزوا مع نفسهم جدا، ما عندهمش وقت اصلا يبصوا على ناس تانية، فمش حسودين خالص. على فكره الابراج الترابيه صعب جدا جدا تلاقي فيهم حد حسود، استحاله، ولا عذراء ولا جدي ولا طول. ماشي، طيب يعني هم يعني ممكن عندهم غيره يعني ان هم يبقوا افضل، بس مش حسودين. صعب تقابل حد من الابراج الترابيه حسود. ماشي، نيجي على الابراج الناريه. الابراج الناريه بيجوا بعد الابراج الترابيه، يعني برضو الابراج الناريه ابراج واثقه في نفسها، عندها سيلف كونفيدنس، مش يعني ممكن هم غيورين جدا جدا جدا، يعني هم الابراج الاكثر غيره الابراج على فكره الناريه والابراج المائيه، هم غيورين بس حقودين لا، ما فيش يعني ما بحسهمش حقودين. هقول لكم كل برج دلوقتي هنقسمهم، هنقسم مجموعات. مين بقى اكتر الابراج اللي ممكن تكون حسوده شويه حقوده؟ هم الابراج الهوائيه بصراحه، يعني هم دول الاكثر ثم الاكثر ثم الاكثر. اوكي، بس انا هقول لكم مين اكتر ابراج بقى. طب دلوقتي سؤالي، مين اكتر، قولولي كده انتوا بتتخيلوا مين اكتر برج حسود في كل مجموعه؟ احنا هنقسمهم مجموعات الاول. يبقى احنا قلنا في المجموعه المائيه حوت استحاله، عايزه اقول لكم ان سرطان كمان مش من الابراج الحقوده او الحسوده. ماشي، يبقى دولت الابراج المائيه. لو هنيجي على الابراج الترابيه، العذراء مش حقود ومش حسود خالص، العذراء اصلا غلبان كده مع نفسه، والجدي كمان يعني ممكن هقول اكتر واحد فيهم، خلاص انتوا تفهموا بقى. بعد كده هنيجي على برج الابراج الناريه، الناريه برج الحمل مش حسود ولا حقود، ولا لا الناريين مش حاسه فيهم حد خالص، ممكن يعني الحمل والقوس يعني الاسد شويه، يعني هقول غيور قوي يعني. طيب والابراج الهوائيه دلو مش حسود خالص خالص خالص، بالعكس الدلو بيتحسد على طول. طيب مين اكتر الابراج اللي انا بشوفها يعني شويه عندهم حته الحسد، يعني بيبصوا للحاجه وبينبهروا كده وعايزين يبقى زيها وعندهم حته دي؟ طيب هم ثلاث ابراج، بس انا هقول برجين فيهم قويين جدا. اولا مش عايزه بقى الناس تقعد تزعل بقى
الحاجات اللي بتحصل عليا والمشاكل اللي بتحصل دي بلاش الحركات دي، ماشي؟ انا بقول واتحدى حد في علم الفلك والابراج والحاجات دي يجي يقول ان انا غلطانه. اكتر برجين بحس ان هم عندهم الحقد والحسد شويه وبيبصوا في ايد غيرهم شويه، برج العقرب. برج العقرب برج هو مش سالك قوي، يعني تحس ان هو تريكي شويه، بيلف وبيدور، مش عنده وشين شويه. برضو العقرب، عقرب مش سهل يعني. فبرج العقرب دايما يشوف حد انجح منه، هو غيور قوي، فتحس ان هو في كومبيتيشن كده بتحصل ما بينه وما بينه، وعايز دايما يبقى هو نمبر 1 وعايز يبقى هو احسن حاجه، فبيحصل له كده حاله جنون كده، فده العظمه بتاعه بيطلع كده. فهو شويه من الابراج اللي ممكن تبص في الايد غيرها، ممكن تبقى عايزه تاخد اللي في ايد غيرها. وهو انتقامي كمان، العقرب انتقامي جدا جدا. فالعقرب من الابراج اللي ممكن تحسد او ممكن تبص لحاجه مش بتاعتها او حاجه في ايدين غيرها ويبقوا عايزين بقى ياخدوها كده، اتس ماين يعني، وهم بيستحلوا لنفسهم كده. والعقرب مش سالكين يعني، هم سوسه شويه، مش ستريت فورورد قوي، هم بيلفوا بيدوروا شويه. تاني برج هو اكتر حسدا من العقرب، وده نمبر 1 على فكره، برج الجوزاء. برج الجوزاء عنده حته ان هو غيور جدا، وعايز دايما كل حاجه يبقى هو التوب. فالجوزاء من نوعيه الناس اللي ممكن تبقى عايز تاخد حاجه من حد، او عايزه يعني عندها حته الحسد، او ان هو يبقى عايز يمتلك حاجه مش بتاعته، ويبقى ليه هو عنده وانا ما عنديش، وليه هو احسن مني، وليه هو بيعرف يعمل وانا ما بعرفش اعمل، وليه هو بيعرف يوصل وما بيعرفش يوصل، هو فضولي كمان. فالجوزاء دي برضو حته يعني، انا بشوف المراه الجوزاء اكتر من راجل الجوزاء. والعقرب، الست العقرب برضو اكتر من راجل العقرب، بس العقرب يعني ست وراجل برضو الاتنين زي بعض، بس الراجل الجوزاء مش زي المراه الجوزاء. يبقى دولت اكتر برجين انا بشوف ان هما بيبصوا في ايدين غيرهم. يعني الابراج التانية يعني دلو مثلا، نو واي تلاقوا دلو حسود، الحوت استحاله، السرطان استحاله. الابراج برضو اللي صعب جدا، جدي برضو، جدي مش جدي اصلا، مش مركز، مش فاضي هو يحسد اصلا. العذراء ممكن، لا العذراء برضو مش حسود، بس هو العذراء لو شاف حد احسن منه بيبقى بيحصل عنده نحرارة كده، لا انا لازم ابقى the best of the best، او perfectionist قوي، بس مش بحسد، هو ياخدها منافسة يعني. الاسد ممكن يكون حسود شوية، والست الاسد مش الراجل الاسد، الست الاسد ما تحبش حد احسن منها، ما تحبش حد يتفوق عليها، ما تحبش حد يبقى اعلى منها، فهي دايما عايزه تفوز في الكومبيتيشن، عايزه تبقى نمبر 1. فالست الاسد شويه ممكن تبقى بتتمنى الحاجه اللي في ايدين غيرها تاخدها، وهي عندها حب امتلاك برضو وحب سيطره. فالست الاسد، مش هقول راجل الاسد، راجل الاسد اقل بكتير جدا، بس الست الاسد هي اللي ممكن تبقى عندها حته دي. فدول اكتر 3 ابراج يا جماعه. بس نمبر 1 جوزاء، والله مش عايزاكم تزعلوا مني، والله ما قصدي حاجه، وبعدين مش قصدي حسود ان كل الناس حسوده، بس هو عنده حب تملك، عنده عايز يبقى نمبر 1، عنده يعني، بس والله ده كلام علمي، وانا الكلام ده حللته عشان بس محدش يجي يقول لي انت بتقولي بقى الاول جيت في ايه. على فكره قلت على برج ان هو بيحب المنافسه، ولا انا بقى لي فتره بقى ايه انت بتقولي على برج العذراء عشان هو برجك، لا والله العظيم خالص. قولولي بقى مين اكتر برج حسيت انه حسود كده وحقود اتعاملتوا معاه. يعني انا بصراحة عندي جوزاء، انا قابلت كذا حد جوزاء مش سالك، صعب صعب جدا جدا، بس هم اكتر الابراج يعني اللي كده هم الابراج الهوائية. اقل الابراج هم الابراج المائية مع هذا العقرب طبعا. بس عشان السؤال ده سألته فحبيت اجاوب عليه يعني. قولوا لي انتوا تحليلاتكم، قولوا احكوا لي قصصكم في موضوع الحسد. اكتر برج بيتحسد على فكره، عشان مش هتسالني دلوقتي، برج الدلو، دلو العذراء بيتحسدوا جدا عشان هم روحانياتهم عاليه، وميزان كمان، دلو وميزان وعذراء دول بيتحسدوا جدا جدا، سهل يتحسدوا يعني. لا العقرب مش سهل يتحسد، ولا الجوزاء اللي هو دايما تحس ان هو عنده ممكن يبص لحاجه غيره، هو مش سهل يتحسد، لا مش بتبقى روحانياتهم عاليه قوي يعني. بشكركم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، مش عايزين شر، مش عايزين خناقات، حبوا بعض يا اولاد في الكومنتات، مش كل شويه انزل احجز تحت ارجوكم. وبعدين انا بحب الابراج دي على فكره، بس عشان انا ده، انا على فكره لو انتم بتتابعوني هتلاقوني بقول ان انا في ماي بيست برج العقرب، انا ابويا برج العقرب على فكره، فلما اجي اتكلم مش كل الناس يعني، بيبقى معظم الناس بيبقوا كده.
الحوت، حد كاتب لي حوت انتقامي. اه الحوت انتقامي بس مش حسود، ممكن انتقامي اه، حسود لا. شكرا، اكتبولي تعليقاتكم وقولولي مين اكتر برج حسود اتعاملتوا معاه، وقولولي انتوا برج ايه بتحس ان انتوا بتتحسدوا ولا لا. انا عذراء بتحسد كتير جدا، ونجمي خفيف قوي 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 قوي. هبقى اعمل لكم فيديو، وخلي بابا يعمل لكم فيديو ازاي نقي نفسنا من الحسد، بس مش انا هعمله، بابا اشطر مني في الموضوع ده عشان بابا اللي بيرقيني دايما يعني، ربنا يخليه يا رب. فاعمل لكم فيديو بقى ازاي نقي نفسنا من الحسد. ثانك يو، بحبكم. بيج هارت بيج هارت بيج هارت. ثانك يو، باي.